عندكم حلقة جديدة من آدم. واليوم الحلقة بتاعتنا ليكو، طبعا انتوا عارفين السلم اللي صنعنا قبل. وعندنا بقى سيارة حربية، ما قعدتش وقت، دي سهلة جدا الصناعة. سيارة حربية بتضرب نار، وكمان سريعة قوي، بتصوم من ورا ومن فوق، وكمان بتمشي. شايفين؟ بس بصراحة الليجو عجبتني، بدل ما العب بالسيارات ممكن نصنع بيها اي حاجة بتتحرك، اي لعبة زي ما انتوا شايفين هي بتتحرك، مش انا بقى، هي بتتحرك. بصوا اهو خبطت فوقفت، ممكن اهو شفتوا؟